الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لازلنا في عذاب القبر ونعيمه، سنتناول الفصل الثاني الذي يتعلق بأدلة وجود عذاب القبر أو الرد على الملحدين الذين ينكرون عذاب القبر. ففي الفصل الثاني الإيمان بعذاب القبر فتنته واجب والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق، وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له في قبره من كرامة أو هوان. وبهذا نطقت الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله آناء الليل وأطراف النهار، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة. ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم عليه السلام غير ما ذكرنا، وكذلك التابعون بعدهم وهلم جرا. ولقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة الميت في قبره وسؤال منكر ونكير وما الملكان له، يا رسول الله أيرجع إلي عقلي؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما، ولئن سألاني سألتهما فأقول لهما أنا ربي الله فمن ربكما أنتما. وخرج الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما فتاني القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال نعم كهيئاتكم اليوم. فقال عمر في فيه الحجر. وقال سهل بن عمار رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موتي فقلت له ما فعل الله بك؟ فقال إنه أتاني في قبر ملكان فظان غليظان، فقال ما دينك ومن ربك ومن نبيك؟ فأخذت بلحية البيضاء وقلت ألمثلي يقال هذا؟ وقد علمت الناس جوابكما 80 سنة. فذهب وقال أكتبت عن حريز بن عثمان؟ قلت نعم. فقال إنه كان يبغض عليا فأبغضه الله. وفي حديث البراء فتعاد روحه في جسدي وحسبك. وقد قيل إن السؤال والعذاب إما يكون على الروح دون الجسد وما ذكرناه لك أو لا، والله أعلم. الفصل الثالث أنكر الملحدة من تذهب من الإسلاميين بمذهب الفلاسفة عذاب القبر وأنه ليس حقيقة، واحتجوا بأنه قالوا إنا نكشف القبر فلم نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الناس بفطاطيس من حديد، ولا نجد فيه حيات ولا ثعابين ولا نيران ولا تنانين، وكذلك لو كشفنا عنه في كل حالة لوجدناه فيه لم يذهب ولم يتغير، وكيف يصح إقعاده؟ ونحن لو وضعنا الزئبق بين عينيه لوجدناه بحاله، فكيف يجلس ويضرب ولا يتفرق ذلك؟ وكيف يصح إقعاده وما ذكرتم من الفسحة؟ ونحن نفتح القبر فنجد لحده ضيقا ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يتغير علينا، فكيف يسعه ويسع الملائكة السائلين له؟ وإنما ذلك كله إشارات إلى حالات ترد على الروح من العذاب الروحاني، وإنها لا حقائق لا على موضوع اللغة. والجواب أن نؤمن بما ذكرناه، والله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم ويصرف أبصارنا عن جميع ذلك بل يغيبه عنا، فلا يبعد في قدرة الله تعالى فعل ذلك كله إذا هو القادر على كل ممكن جائز. فإنا لو شئنا لأزلناه الزئبق عن عينيه ثم نضجعه ونرد الزئبق، وكذلك يمكننا أن نعمق القبر ونوسع حتى يقوم فيه قياما فضلا عن القعود، وكذلك يمكننا أن نوسع القبر ذراعا فضلا عن 70 ذراع، والرب سبحانه أبسط منا قدرة وأقوى منا قوة وأسرع فعلا وأحصى منا حسابا.
وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا رب لمن يدعي الإسلام إلا من هذه صفته. فإذا كشفنا نحن عن ذلك رد الله سبحانه والأمر على ما كان. نعم، لو كان الميت بيننا موضوعا فلا يمتنع أن يأتيه الملكان ويسأله من غير أن يشعر الحاضرون بهما ويجيبهما من غير أن يسمع الحاضرون جوابهما، ومثال ذلك نائمان بيننا أحدهما ينعم والآخر يعذب، ولا يسعر بذلك أحد ممن حولهما من المنتبهين، ثم إذا استيقظ أخبر كل واحد منهما عما كان فيه. وقال بعض علمائنا يعني النائم ما تحس الآخر بدك الشيء باش حلم ولا الآخر باش حلم. وقد قال بعض علمائنا إن دخول الملك القبور جائز أن يمكن أن يكون تأويله، اطلعوا علينا وعلى أهلها وأهلها مدركون لو عن بعد من غير دخول ولا قرب، ويجوز أن يكون الملك للطافة أجزاء يتولج من خلال المقابر فيتوصل إليهم من غير نبش، ويجوز أن يلبشهما ثم يعيدهما الله إلى مثل حالهما، ويجوز أن يكون الملك يدخل من تحت قبورهم من مداخل لا يهتدي إليه الإنسان. وبالجملة فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا، فليس تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وهذا مما لا خلاف فيه. ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئا مما هنالك، فإن قالوا كل حديث يخالف مقتضى العقول يقطع بتخطئة ناقل، ونحن نرى المصلوب على صلبه مدة طويلة وهو لا يسأل ولا يحيا، وكذلك يشاهد الميت على سريره وهو لا يجيب سائلا ولا يتحرك، ومن افتروا سو السباع ونهشوا الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف الطير وبطون الحيتان وحواصل الطيور وأقاصي التخوم ومدارج الرياح، فكيف تجتمع أجزاؤه أم كيف تتألف أعضاؤه؟ وكيف تتصور مساءلة الملكين لمن هذا وصفه؟ أم كيف يصير القبر على من هذا حاله روضة من رياض الجنة حفرة من حفار حفر النار؟ الجواب عن هذا من وجوه أربعة. أحدهما أن الذي جاء بهذا هم الذين جاءوا بالصلوات الخمس، وليس لنا طريق إلا ما نقلوه لنا من ذلك. الثاني ما ذكره القاضي لسان الأمة، وهو أن المدفونين في القبور يسألون، والذين بقوا على وجه الأرض فإن الله تعالى يحجب المكلفين عما يجري عليهم، كما حجبهم عن رؤية الملائكة مع رؤية الأنبياء عليهم السلام لهم. ومن أنكر ذلك فلينكر نزول جبرائيل عليه السلام على الأنبياء عليهم السلام، وقد قال الله تعالى في وصف الشياطين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الثالث قال بعض العلماء لا يبعد أن ترد الحياة إلى المصلوب ونحن لا نشعر به، كما أن نحسب المغمى عليه ميتا وكذلك صاحب السكتة وندفن على حسبان الموت، ومن تفرقت أجزاؤه فلا يبعد أن الله يخلق أن يخلق الله الحياة في أجزائه. قلت ويعيده كما كان كما فعل بالرجل الذي أمر إذا مات أن يحرق ثم يسحق ثم يذر حتى تنسفه الرياح. وفيه فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه ثم قال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، أو قال مخافتك، أو قوله لإبراهيم عليه السلام فخذ أربعة من الطير الآية. الرابع قال أبو المعالي المرضي عندنا أن السؤال يقع على أجزاء يعمل والله يعلم والله تعالى من القلب أو غيره فيحييها ويوجه السؤال عليها، وذلك غير مستحيل عقلا. قال بعض علمائنا وليس هذا بأبعد من الدر الذي أخرجه الله تعالى من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم؟ قالوا بلى. الفصل الرابع فإن قالوا ما حكم الصغار عندكم؟ قلنا هم كالبالغين، وأن العقل يكمل لهم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم، يلهمون الجواب عما يسألون عنه، وهذا ما تقتضيه ظواهر الأخبار، فقد جاء أن القبر ينضم عليه كما ينضم على الكبار. وقد تقدم وذكر هناد بن السوري قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة إن كان ليصلى على النفوس ما أن عمل خطيئة قد فيقول اللهم أجر من عذاب القبر تصلوا للوداد الصغيرين وخمد رشد الذنوب، لأنهم هم كذلك تنسأل الله عز وجل باش ينجيهم من عذاب القبر. الفصل الخامس فإن قالوا فما تأويلكم في القبر؟ حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة؟ قلنا ذلك محمول عندنا على الحقيقة لا على المجاز، وأن القبر يملأ على المؤمن خضرا وهو العشب من النبات، وقد عينه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال هو الريحان
كما في حق الكافر، يفرش له لوحان من نار. وقد تقدم وقد حمله بعض علمائنا على المجاز، والمراد خفة السؤال عن المؤمن وسهولة عليه وأمنه فيه وطيب عيشه، ووصفه بأنه جنة تشبيها بالجنة والنعيم فيها بالرياض. يقال فلان في الجنة إذا كان في رغد من العيش وسلامة، فالمؤمن يكون في قبره في روح وراحة وطيب عيش، وقد رفع الله عن عينه الحجاب حتى يرى مد البصر كما في الخبر، وأراده بحفرة النار ضغطة القبر وشدة المساءلة والخوف والأهوال التي تكون فيها على الكفرة وبعض أهل الكبائر، والله أعلم. والأول أصح، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله يقص الحق ولا استحالة في شيء من ذلك. الفصل السادس. روى أبو عمر في التمهيد عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب: أيها الناس، إن الرجم حق فلاتخذ عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وأن أبا بكر قد رجم، وإنا قد رجمنا بعدهما، وسيكون أقوام من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبونهم بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هؤلاء هم القدرية والخوارج ومن سلك النار سبيلهم، وافترقوا في ذلك فرقا، فصار أبو الهذيل وبشر إلى أن خرج عن سلمة الإيمان، فإنه يعذب بين النفختين، وأن المساءلة إنما تقع في تلك الأوقات. وأثبت البلخي وكذلك الجبائي وابنه عذاب القبر، ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه للكافرين والفاسقين. وقال الأكثرون من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله تعالى بمنكر ونكير، وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل أو تقرع الملكين له، وهو النكير. وقال صالح: عذاب القبر جائز، وإنه يجري على الموتى من غير رد الأرواح إلى الأجساد، وأن الميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم، وهذا مذهب جماعة من الكرامية. وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون، فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام، وزعموا أن سبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران أو المغشى عليه، لو ضربوا لم يجدوا الآلام، فإذا عاد إليهم العقل وجدوا تلك الآلام. وأما الباقون من المعتزلة مثل ضرار بن عمرو وبشر المريسي ويحيى بن كامل وغيرهم، فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلا، وقالوا: إن من مات فهو ميت في قبره إلى يوم البعث. وهذه أقوال فاسدة تردها الأخبار الثابتة بالتنزيل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. وسيأتي من الأخبار مزيد بيان. وبالله التوفيق والعصمة من الله، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.